كل واقف ويبدا اول مرحله من الحساب تطاير الصحف. قلنا فتحت السماء فكانت ابوابها، الملك على ارجائها، نزلت الصحف. بص كده للسماء تلاقي مليانه صحف. ما معيش ورق كتير نحتاره كده. صحف وانت واقف مستني هيجيلك كتابك بيمينك ولا كتابك بشمالك، وانت بتبص تلاقي واحد جاله كتابه بيمينه وطالع يجري. هاهم اقرأوا كتابي اني ظننت اني ملاق حسابي. هاهم خدوا بصوا شوفوا اقرأوا كتابي. خد كتابه بيمينه فرحان سعيد جري. شوفوا كتابي بصوا كله حسنات. والتاني واقف وانت واقف لاقي واحد تاني خد كتابه وشماله وعمال يقول يا ليتني لم اوت كتابي ولم ادري ما حسابي. يا ليتها كانت القاضية ما اغنى عني مالي هلك عني سلطاني. بلغتنا يقول لما خد كتاب وشمال بص فيه لقى فيه كذبة وترك صلاة وزانية وسرقة وخيانة و... يا ريتني ما شفتك ولا عرفك، يا ريتني ما كنت بعثت مرة تانية. في الفلوس ما أغنى عني مالي، فين السلطان؟ فين المعارف؟ فين الأتباع؟ فين الحرس؟ فين الحماية؟ فين السلطة؟ فين؟ ما أغنى عني مالي، ما نفعتنيش الفلوس، هلك عني سلطاني، ضاع السلطان. وانت واقف عمال تبص على ده وتبص على ده وتسمع خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. وعبد الله سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول اذا قال الله خذوه تتخطفه ايدي 50,000 ملك. 50,000 ملك ياخدوه والانسان ضعيف. ملكين يكتفوه 50,000 ملك يكتفوه في سلسلة ذرعها 70 ذراعا. 70 ذراع يعني حوالي 50 متر. الرسول صلى الله عليه وسلم صح عنه في الحديث يقول ان السلسلة دي لو سقطت حلقة من هذه السلسلة على الارض فاجتمع الثقلين ما اخلوها. السلسلة حلقات بعضها في بعض. السلسلة الحلقات دي لو حلقة واحدة وقعت في الارض والانس والجن يرفعوها ما يقدروش يرفعوها ولا انتنت ولا افسدت على اهل الارض معايشة من نتن ريحها. 50,000 ملك. 50,000 ملك وسلسلة 50 متر. خذوه فغلوه كتفوه غلوه كتفوه قيدوه. 70 ثم في سلسلة زرعها 70 ذراعا فاسلكوه عدوها من بين ايديه ومن بين رجليه وعلى رقبته ومن فوق دماغه ومن خلال صوابعه فاسلكوه سلكوها من جواه.
واللي واقف خايف ومرعوب. وزي ما قلت لك احيانا الواحد يخاف يرفع ايده اليمين كده، ما هو يفكر انها هو عاشها في الدنيا اوانطة عايز ياكلها في الاخره بالاوانطة برضه، يقوم يرفع ايده كده ويحط ايده الشمال ورا ظهره، يخبي ايده الشمال ورا ظهره ويرفع ايده اليمين، يعني هات لي الكتاب هنا في ايدي اليمين، وعمال يلعب بايده اليمين. بتلعب على مين يا مسكين؟ ايده الثانيه ورا ظهره، فيسقط كتابه في شماله وراء ظهره، يلاقي الكتاب وقع له ورا ظهره في ايده الشمال، ويصرخ يا ليتني لم اوت كتابي ولم ادري ما حسابي يا